لم تتوقف هذه اللعبة على الإطلاق. أنا يعني أتذكر وأنا طالب في الكلية الحربية، يعني أتكلم عن 25 عام أو أكثر، ويعني أحد الخبراء العسكريين زارنا الكلية الحربية وبيقول عندما نتكلم عن العداء الأمريكي الإسرائيلي، العداء الأمريكي الإيراني والعداء الإسرائيلي الإيراني قبل 25 سنة، وذكر قال أنه يستحيل وأن تكون هناك حرب ما بين أمريكا وما بين إيران، أو ما بين إسرائيل وما بين إيران، وأن هذه الدولتين هذه إيران وإسرائيل هي صنيعة أمريكا في المنطقة من أجل ابتزاز المنطقة ومن أجل جعلها منطقة صراعات مضطربة حتى لا تستقر تلك الدول. ورأينا بعدها يعني إسقاط العراق بأيادي أمريكية وتسليم العراق لإيران، وكثير من الشواهد التي يعني آخر اعترافات وزير الخارجيه البريطاني السابق عندما قال ان اكثر التسليح الايراني في حروب العراق كان تسليح اسرائيل، وان ايران تتعاطى مع اسرائيل تعاطي يعني ناعم، اضافه الى اكثر القنوات الايرانيه التي تبث الفرقه والشتات ما بين المسلمين بشكل عام هي قنوات تبث من اسرائيل. يعني كثير من الشواهد لو عدنا اليها الوراء لرأينا أن ما يجري في المنطقة هو عبارة عن لعبة أمريكية تديرها بجدارة يعني بخبرة عالية وباحترافية عالية. يعني في هذه المنطقة بالذات في اليمن وفي أهم البقاع الاستراتيجية هي مدروسة، ولذلك عندما نشكك فيما يجري في البحر الأحمر، عندما نتكلم عن الضربات الحوثية لإسرائيل، فمن المستفيد الآن من ما يجري الآن؟ من المستفيد؟ هل استفادت غزة أم استفادت إسرائيل وأمريكا؟ يعني لو نجي نلاحظ الآن من هذه الإعلانات أن أول من أعلن الضربات الحوثية هي أمريكا، وأمريكا يعني بعد عملية طوفان الأقصى مباشرة يوم 7 أكتوبر أرسلت المدمرة الأمريكية الأقوى في العالم وهي إيزنهاور، وأرسلت كثير من البوارج والأسفل الحربية المرافقة، وارسلت بريطانيا وكل الدول العالم العظمى دعما لاسرائيل تحت غطاء اننا لا نريد اي ضربات او توسيع الصراع في المنطقه. اضف الى ذلك انه بعدها باربع ايام تقدم الكونغرس الامريكي بطلب، تقدم البنتاغون الامريكي بطلب الكونغرس الامريكي ب 106 مليار دولار، من ضمنها 14 مليار دولار لاسرائيل. المبلغ المتبقي دعما لامريكا للبنتاغون الامريكي في حمايه البحر الاحمر وحمايه اسرائيل. وجاءت بعدها الاعلانات الامريكيه انه هناك ضرب حوثي، الحوثي لم يعلن الا بعد 10 ايام او 12 يوم.